Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kubra tahwatin ahatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhustu nai bilija nai fadil nai syahr Ramadan zibil astamuru jamirna nirna. Komuin ahkam taqisna. أبتي مجرشة تذكرنايو بزعبا ناي قيام الليل ويدماني بزعبا فضل ناي صلاة الليل تزاربنا زي صلاة الليل أمولو عمدكو دسقد انتقوني بزيادة باللجة خمزلو بشهر رمضان تزاربنا مالتيو مغنياتو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من قام ليلة ويدماني صياء مالت عبليتنا رمضان تسيو دسقد سبنتد أخوينو بفلاي إيمانن واحتسابا احتساب غيرو واجب مخانوين ويدماني فضل ناتو فليتو دسجد انتدا خوينو حادسب نايد حالفه زنبو خمز غفرلو رينا نيرنا مالتيو كومونيتي عدد الركعات تعلماء زبولو تفللي زلو اينا كان خمد بلصو انت زاربنا لو مدماني كابتي اب كل غزي كسراح زلو بفلاي دماني ابزور حزي زياده كتكبر زلو سناي تكبار كن زاربنا مالتيو نسو دماني بزعبا فضل تلاوه القران وانواعها مالت قران مقرا بلجاناتو كندمتاي مخانو كومو دماني كمي عينت تا قرار احن قر كم زلنان بزعبو زغلص ان شاء الله كرينا مالتيو الله عز وجل نتوم قران زقرو سبات اب قران نيدوم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور له توم قران زقرو كومو دماني صلاتهم دسغدون كومو دماني كبتي رب سبحانه وتعالى ذهبهم ششاي نسؤنا زعنقلو زخونو الله عز وجل ازي آتوم تجارة زداليو مو عبي نقدز آتو ازي نقدز الماني لن تبوريلو مالس زي عنون زي برسل زخوني كتسالن زلو فرزلو تجارة مخانو تقيسلنا مالتيو ازي نزنتا يزرد انا انترايلنا قرآن مقرأ عبي قولحتاخن قبر اللو خمزلنا وقرآن عملو عمت بقو نقرأنا نتكبرنا نخيط حد عبي ممرحينا مالتيو انتخونقن اب شهر رمضان زيادة بلجة اللو مالتيو قرآن كريو زبهال سب من الباش اب كلتكن مقلو نخيل مالتيو تلاوة حكمية يبلو علماء مالتيو وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه تي اب قرآن متئزو اللو كله تتقيس زلو بزعبا نبيات ديو نايتم زحالف أمم زن رب سبحانه وتعالى زنقرنا ديو كومون التأوامر ديو كله انتدعى آمين كان كومو دمان تتكبرون انتدعى خوينكا كومو دمان نترب سبحانه وتعالى دعا زوزو حراي الكا تقبل كا تخيد انتدعى خوينكا كابت رب سبحانه وتعالى زخل كلوين انتدعى تخلكل انتدعى خوينكا ازي لك عنسخا نتو قرآن تتكبرو زلخا سبيخا تتو قرآن كريكا تتكم زلخا سبيخا تخو ونزل لخا مالتيو بزعبا زي تلاوة حكمية زبل إن شاء الله هبتي دمت عرستتناون كن قطولينا مالتيو كالي قالو تلاوة القرآن تلاوة لفظية مالت قالاوي مقرا مالت وهي قراءته وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآن وإما في سور وآيات معينة قرآن مقرأ عبي درجان عبي بلج أخم زلون أب قرآن الكريم بزوح اللو استتقسي مالتيو بحفشا قرآن الكريم مقرأ كومو دماني وسنا زخونا فوليا زخونا آيات دماني كومو دماني سور دماني أب قرآن الكريم إزي آتن مقرأ انتما عبي بلج أخم زلو دماني زيت أكسالو مالتيو فعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه زي أب رواية البخاري ومسلم زركب حديثه مالت تبلوت سبز بهال مروت سبز بهال من ترى تباهلو قرآن كريون تماهرون فليتون نحواتو دماني زمهر زخانة ازي
خيرኛ ዝበሃል ሰብ ብሉ ሰብ ዝበሃል ሰብ እዚ ይብሉ ማለት ነው ولذلك قران مقرا مس قران ዘለካር ክብ ዚያዳ ዘዓበ ከሁን እዚ ኣብቲ خيري ያይተወካሎ ኣብቶም ብሉ ጻት ሰባት ዝበሃሉ ኣቡት በቃ ዓለኻ ማለት ነው ولذلك ستنا عائشة رضي الله عنها እንታይ ትብል نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ከምዚ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ቁርአን ዝቀርእ ዝኾነ ሰብ ምስ ቁርአን يعني ዝነብር ዝኾነ ሰብ እንታይ አይነት ብልጫን እንታይ አይነት ፈድል ከም ዘለውን ስትና አይሻ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምዚ ኢሎም ይብላ እንታይ ኢሎም ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልማሂሩ ቢልቁርአን ኢሎም አልማሂሩ ቢልቁርአን ማዓ ሰፈረቲ ልኪራም ልበረራ ኢሎም ማለት እዩ አልማሂር ኢሎም አልሓፍዝ القرآن الكريم ذا حافظ زخونه لا يتوقف ولا يشق عليه القرآن ويدماني كقرن كله ولا حتى ذا تقومه زي بقول له كل جزي سلا ذا قرآن ذا قرآن ذي سلا لندابه لذا قرن زخونه مالتي الحافظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القرآن بجودة حفظه وإتقانه القرآن الكريم تبوك غيرو سلاز قرآن تبوك غيرو سلاز لمد سلاز قبرة نزق قرآن زي ماهر زخواني إلو من النبي عليه الصلاة والسلام يعني بزيت أطوم بال زقر زخونة يعني زي نبحك متاع زلوك أرار أي مالتيو بالقرآن إلوم مع السفرة الكرام البررة إلوم من يمزهم سفرة الكرام البررة علماء بزوح تنتانه بمو السفرة إلوم الرسل مالتيوم لأنهم يسفرون على الناس برسالة الله مالت تملقتنا يا ربي زبت سحوس لزخونه مزيئاتهم مزوم لوخاتنا يا ربي مسرسل درجة يبتسح مالتيو من يزي الماهر القرآن وقيل السفر الملائكة مع السفرة الكرام البررة بالكلس درجها ساتهم ملائكة صفوفات معروقات تزازنا رب زفوت سمو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تبهالو يعني لا على درجة دبوتحو أبو عينة زرمان تبتسحي لهم إذن قرآن ماهر زخونه كلك زي زقر زخونه بزي شقر سؤول سلال دابل زقر سبزي إتقان غيرو تجويد زلو غيرو زقر زي إذا عينة زي درجة اللوي لهم والنبي عليه الصلاة والسلام مثال كان إدمان تايبومنا والذي يقرأ القرآن كان يسب دمان الله يقرأ القرآن زي ماهر يمالتيو كان درجة دمان الله كابو تحزب المالتيو يقرأ القرآن لكن ويتتعتع فيه وهو عليه شاقان مالت يقرئو انت خونا قن كنس لزي بلو انت يخونو مالتو يخوف دو مالتو اندات تتقمه اندات بل اندات شقرن كلو حقو اندات بل دماني زقر دماني لهو اجراني لهم كلت اجر اللو شوف اذا عانة زي امن تاير كم ترألك اب قرآن يدو لهم مالتو الاجران كبل خلو اولا على تلاوته يقرأ اللو تزقر اوز الحروف بو اجر اللو مالتو والثاني على مشقة مخناتو يخبدو يدلو يخبدو سلزلو مخان كبيدوني لو كندز قدفو لا يقال سلزلو كلت عجري وسيدو مالتو سلزي قرآن مقرأ عبي درجان عبي بلج آخم زلون بزي إبرحلنا مالتو وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كم زخو بلو سميع يوم بلو انتاي لما النبي عليه الصلاة والسلام شوف زي قرآن زي قرر سب معرخ اندو منتاي درجان عبيتن كم زلو سلزي كل نقرات قديفك أب قرآن زيادة خطي ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لهم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة لهم زي أترجة زي عجيب زخوان النبي عليه الصلاة والسلام مقلت إبومنا وهي من أحسن الثمار بلس زخوانة تفاح عينة تمثلها بيجا عينة تسر الناظرين كتلا خلها دست بلكا زخوانة لك كم أيوه لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ترجع لهم لك خمسة وترجع القرآن فليتقول له أسلام أيو وما بزق القرآن إذا ترى أز قرن ترى خوينه كم وترجع لهم كم يأز وترجع ترى الك ريحها طيب وطعمها طيب بما عدا خد تقرب عن كلها جانا ما شاء الله دس بلكا مالتيو انت بلع كايد ماني دس بلكا مالتيو بخلت توغن انت اذا خونت يا زي فائدة زلوا مالتيو تقرب كاج انا اطعم تركب انت بلع كايد ماني طعم دماني طعم زخوني لك كومي واسلاماي كوينو قرآن زقر إلهم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن اسلاماي تباهيلو ايمان كله دمان القرآن دار زي كارو كوينو كمثل تمر إلهم كم تمر عينتي لهم لا ريح لها وطعمها حلو
هو تمري أبطقو قريب كادي جمو كانجر يلن مالتي لكن تبالي عكايد ما مقارت هالو مالتي كومي دمانتي تلعذيك أرن تلعفين هو قرآن كقرن كله كستمتع كله كفيد كله يعني طعم اللو مالتي لكن تزي قرن زخواني شوف كل ما قريكا كل ما بحرف بحادة حرفي بزو حاجر سلا توسق سلازي كابتوم قراءة تكون عالكا مالتي زي حديث زي عبر رواية البخاري ومسلم يركب مالتي كم وين بزعبا قرآن طبعا تأحاديث مجيز له قريكا وين يودعني مالتي مخنياتو زيادة يدفافونا اللو النبي عليه الصلاة والسلام لزو قرآن زين خنكر أبكالي حديث أبي أمامة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم قرأوا القرآن لهم شوف قرآن قرؤيكم إذا حجي كاب من يزمت زلو كاب رسول عليه الصلاة والسلام وهو أرحم بالأمة أمتهم زفوتو زقونو رحمة زلوم انتا يبلونا له عبي أجري عبي مخسب من تتكسب سني اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذا القرآن زي نتم زقرؤو ليتن كترن زقرؤو زقونو يوم القيامة خون كله شفيع كون يدموتو وحاسي خونا كمالتي إذا حديث زي أبصح مسلم يركب مالتي سلزي كلما قريك قرآن كلما درجها عند عبي خير بل يوم القيامة خون كل ذو قرآن ذي يشفعك ويدماني وحسيخون كمالتي ولذلك قرآن مقرأ خم قليل جيروسب كريئة يبهلون والنبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أفلا يقضوا أحدكم إلى المسجد لهم حدث سبسني نام مسجد نخخيد أنجيهدو كخيد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين كيدنا بمسجد كوفيلو حنت آية كلت آية نخر إزي كاب حنت عباي جمل بلس تزقولت كاب زركب إذا حنت آية زي أزقر أم نسات بولتيلهم سلست آية أنت داقري كخني وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل زقوت أركا قصر لي الدنيا تا إبل دا تا بلز تمرز تزنبر تا بتجزي حجد ما ندقون اسك عمتي خاني مثال يزقون مالتي كاب نزين يا الدنيا زي تغمزي تركب إذا حنت آية كلت آية سلست آية تقرأ عم مسجد كيركا إزي زيادة بلج الله مالتي سلزين تيردانا مالتي قرآن الكريم مقرا عبي درجان عبي عبيتين كم زلو مالتي نزي أم دماني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة تايلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ريخ حجي سبات تأكبهم بزوح أخباتات يزلو بزوح نقرفات الكب لكن تبولوز أخبات زبال عم مسجد كوينكا عم زخون قزا كوينكا كوفيلكا يتلون كتاب الله قرآن يا ربي ختكر عم منقها ختمهار ويتدارسونه بينهم إذي أخم زي أتقرى إذي أخم زي أتفسيرا أنا بلكا بزعبا قرآن زلك أفلتونا وسكا ختكيت كلها إلا نزلت عليهم السكينة نزم سبات زيئتهم سكينة هدأت رقأت نيرب سبحانه وتعالى يوردهم مالتي وغشيتهم الرحمة رحمة نيربون يوردهم وحفتهم الملائكة زم ملائكة زيئتهم خيرين يتزخونوا ملائكة زيئتهم بلوت السبات زفوتوا زخونوا نبرب زك أرارب زفوتوا زخونوا زيئتهم يموت أماني يعبلوهم ويدماني يخببوهم يلوم النبي عليه الصلاة والسلام تزعبي درجان القرآن انتين تدعيلك وذكرهم الله في من عنده رب سبحانه وتعالى بلوطات مرطات سخون ملائكه لهم ساعتهم كوينو يذكرهم رايهم زنبارات زياتهم نعايكم لتاكبهم قراننا تيقرؤ له يمهار له يلو رب سبحانه وتعالى بسنك قران مقراك يذكرك الله عز وجل اذا حديث زي اب حديث مسلم يركب مالتي سلازي بلجانا القران ان عبي مخانون سفيح مخانون يرد انا مالتي قران دما كل غزي انت يدلي مالتي كتكاتاتو لي زلك قالوا ما حفيزه إلكا سجير كان أبكالي ترح مخاد ديكونه لا نزح حفيز كايز اللي خاون مليس كام دقيقة مديو مالتي تعهد يديو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تعلم تعهد القرآن لهم زو القرآن زي مالت تملاليسكم قوهم تتنققوا ليهم لهم فهو الذي نفسي بيده لهم والله بتأيدي أب نفسه زلا قويتاي محلال لهم لهم لهو أشد تفلتا من الإبل في عقل هاي لهم مالت حجي
ሓንቲ ግመል እንተ ኣሲርካ ነርካ ክትኣስራ ከለካ ኣብቲ ናይ ብርካ ኣብኦም ኣት ዘብሎ እቲ ዝእሰር ነገር ማለት እዩ። ሕጂ እቲ በዓል ግመል እንታይ ትገብር ፈልጢኦም እንተ ገዲፍካ ፍርቂ ሰዓት ሰዓት ፀኒሕካ ክትንቀሳቀስ ንከላ ይዘልቕ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ፅኒሕ ኢሎም መፂኦም እንታይ ገብሮ ዝያዳ ኣስጥም የብሎ ማለት እዮም። ልክዕ ከምኡ እዩ ድማ እዚኣ ግመል እዚኣ ቁርብ ተንቀሳቂሳ ፍትሕ ዝብል ደሎ ካብኡ ንላዕሊ እውን ቁርኣን ካባኻ ክብለከኸት ማለት ክርሳዕ ይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ምእንቲ ከይትርስዖ ነዚ ቁርኣን እዚ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ ክትመላለሱ ኣለካ ክደጋግሞ ኣለካ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ቁርኣን ማለት ክርስዓካ ይኽእል እዩ ንስኻ ይኮንካ ንትርስዖ። ምክንያቱ ሓታ ነቢዩና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም ኢሎም ላ የቁል ኣሓድኩም ነሲቱ ኣያ ከይተ ወከይት ኢሎም በል ህዋ ኑሲ ማለት ሲ ቁርኣን ረሲዐ እውን ክትብለ ይብልካ ኣታ ሓፊዝካ ዲኻ ወላ ረሲዐ እዮ እምበር ክትብለ ይብልካ ላ ወላ ተረሲዐ በል ኢኻ። ምክንያቱ ንስኻ ካ ተረሲዕካ ዘለካ እምበር ማለት ረሲዐዮ ክትብል ከለካ ከኣኑ ከምዘይተገደስካ ዓይነት ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ምን ኣዳብ ምስ ቁርኣን ልከሪም ዘለና ክብረት ከመይ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎ የምህረና ኣሎ እዚ ሓዲስ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ቁርኣን ልከሪም ዓብይ ደረጃን ዓብይ ብልጫን እዩ ዘለዎ። ቁርኣን ክትቀርእ ከለካ ሓደ ጅዙ ምስ ቀረእካ ወይ ሓደ ገፅ ምስ ቀረእካ ይኮንካን ኣጅሩ ትረክብ ላ በለ ልቁርኣን ብኩሉ ሓርፊ ኢኻ ኣጅሪ ትረክብ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ነቢይና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎም ቁርኣን ልከሪም ዝቐርእ ሰብ መን ቀረአ ሓርፈን ምን ክታብላ ኢሎም ሓንቲ ሓርፊ ካብ ቁርኣን ከሪም እንተደኣ ቀሪእካ ፈለሁ ብሂ ሓሰና ኢሎም ሓሰና ኣለዎ ወልሓሰነቱ ብዓሽሪ ኣምሳሊሃ ዓሰርተ ዕፅፊ ይኮነልካ ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ኣሊፍ ላሚም ንምሳሌ ትልካ እታ ኣሊፍ ሓንቲ ሓሰና፣ እታ ላም ሓንቲ ሓሰና፣ እታ ሚም ድማ ሓንቲ ሓሰና ብኣሊፍ ላሚም ጥራሕ ዝኒ ሰላሳ ኣጅሪ ትኸስብ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ኣጅሪ ኣብ ምንታይ ይርከብ እንተ ኢልካ ኣብ ቁርኣን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እምበኣሪ ፈዳኢል ናይ ቁርኣን እዩ። ኣዕማል የሲራ ቁሩብ እዮም ዘን ስራሕ እዚኣተን ሰርሐን ዘለካ ላኪን እጁር ከቢራ ዓብዪ ዓብዪ ኣጅሪ ተሓፍስ ኣለካ ማለት እዩ። እሞ ንቁርኣን ልከሪም ዘለና ቆላሕታ ዓብዪ ክኸውን እዩ ዘለዎ። እዚ ቁርኣን እዚ ብምሉኡ ምቕርኡ ዓብዪ ዓብዪ ፋኢዳ ኣለዎ። ዓብዪ ኣጅሪ ኢካ ትረክብ ማለት እዩ። ኩለማ ቀሪእካ ኩለማ ብሓርፍ ብሓንቲ ሓርፊ ሓሰናት ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ቁርኣን ልከሪም ብዝያዳ ብልፀት ዘለዎን ኣያት ወይ ብልፀት ዘለዎን ስወር ድማ ኣለዋ። ኩለማ እዚአን ቀሪእካየን ድማ ዝያዳ ኣጅርን ዝያዳ ብልጫ ትረክበሉ እውን ኣብ ሓዲስ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ቁርኣን ልከሪም ምስኡ ዘለካ ርክብ ዝያዳ ክዓቢ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምንታይ እንተዳ ኢልካ ኣብ ሻህር ልቁርኣን ሻህር ረመዳን ማለት ሻህር ረመዳን ለዚ ኡንዚላ ፊህ ልቁርኣን ብልፀት ስለ ዘለዎ ዝወርሒ እዚ እቲ ብሉፅ ዝኾነ ቃል ናይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣበይ ወሪዱ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን። ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ምስ ቁርኣን ዘለካ ዓላቃ ምስ ቁርኣን ዘለካ ርክብ ዝያዳ ክድልድል ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ነቢይና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም ከመይ ነይሮም ኣብ ቁርኣን ብፍላይ ኣብ ረመዳን ክኸውን ከሎ ከምኡውን ሰሓበት ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ዑለማ ከመይ ነይሮም ኣብ ቁርኣን ዝነበሮም ርክብ ብዝያዳ እንዳበረሃናን እንዳተገለፀልናን ክኸይዱ ማለት እዩ። ላኪን ቁርኣን ዝቀርእ ሰብ ቁርኣን ዘይቀርእን ሓደ ከም ዘይኮኑ በዚ ዝተገለፀ ሓዲስ ተረዲኡና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ቁርኣን ደለና ርክብና ምስ ቁርኣን ደለና ዓላቃ ዝያዳ እንዳ ዓብየን እንዳ ዓብለለን እዩ ክኸይድ ደሎ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ሹፍ ባዕድ ስወር ኣሎ ነቢይና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም ዝያዳ ብልጫ ከም ዘለዎ ዝገለፁልና ማለት እዮም። ሕጂ ምናልባሽ ሓደ ሰብ ወላይ ሞ ኣነ ሱረት ልበቀራ ዘይሓፈዝኩ ሱረት ልዕምራን ዘይሓፈዝኩ ኢልካ ብዙሕ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካ በል ቅልል ዝበላ ስወር ኩሉ ኣስላማይ ዝሓፍዞ ዝኾነ ላኪን ብዙሕ ብዙሕ ብልጫ ዘለዎ ስወር ኣለና ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ብዛዕባ ሱረት ልፋቲሓ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎም ኣብ ሰዒድ እብን ልሙዓላ ዝተባሃለ ካብቶም ብሉፃት ሰሓባ እንታይ ይብል ነቢይና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም ስኒ ከምዚ ኢሎምኒ ይብል እንታይ ኢሎም ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ለውዓሊመነከ ኣዕዘሙ ሱረትን ፊ ልቁርኣን ማለት ብልፅቲ ዝኾነት ምርፅቲ ዝኾነት ኣዕዘም ሱራ ኣብ ቁርኣን ልከሪም ክነግረካ ዶ ወይ ድማ ከምህረካ ዶ ኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ነጊሮምኒ ይብል። ንሳ ድማ እንታይ ኣኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ሰላም አልሓምዱልላህ ረቢ ልዓለሚን። እዚ አልሓምዱልላህ ረቢ ልዓለሚን ሱረት ልፋትሓ ህየ ሰብዑ ልመታኒ ወልቁርኣኑ ልዓዚም አለዚ ኡቲቱሁ ቁርኣኑ ልዓዚም ማለት ካብቲ ብሉፅ ዝተዋሃቦ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ሰብዑ ልመታኒ ማለት ሸውዓተ ኣያ ኮይና ትደጋገም ዝኾነት ኣብ ኩሉ ወቅቲ ናይ ሰላት ነዛ ሱራ እዚኣ ንደጋግማ ዝኾንና እዚኣ እታ ካብተን ኣዕዘም ስወር
ተባሂላ አንነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝገለጹልና ማለት ነው። ስለዚህ ሱወር አበይት ሱወር ዝሆኑ አብ ቁርአን አለው ኩለማ ቀሪካይ ኩለማ ዚያዳ አጅሩ ትረክበሉ ማለት ነው። በዚያዳ በዛዕባ ናይ ቁርአን ዝምልከት አብድ መጽ ተሐሰና ክንገልጽና ወነስ አላህ አዘወጀል አን ይወፍቀና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።